أهلا، كلنا قرينا على ابن سينا والفارابي والخوارزمي وغيرهم من العلماء اللي خلوا بصمتهم لحدود الساعة. علماء افتخرنا بإنجازاتهم وكنقولوا ياريت نشوفوا نوابغ بمستواهم ويكونوا عندنا في هذا الزمن. صحيح أنهم كاينين ولكن ما كنعرفوهمش وما كنشوفوهمش. داكشي علاش كاينة مبادرة نوابغ العرب، وهي جائزة بمثابة نوبل بالعالم العربي، وهي مبادرة كتعتبر أكبر حراك علمي في العالم العربي لاكتشاف واستقطاب النوابغ المتميزين في العالم العربي من أصحاب المواهب الاستثنائية، بحال مثلاً المفكرين، العلماء، المخترعين، المبتكرين، المبدعين في شتى المجالات وغيرهم، باش يمكنوهم ويساهموا في تطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين باش تحقق مشاريعهم على أرض الواقع حتى تخلي أثر إيجابي في المنطقة. قبل يومين تم الإعلان عن فائز بجائزة نوابغ العرب، هو البروفيسور اللبناني فاضل أديب، وهادشي تقديرا لإسهاماته الاستثنائية في مجال الاستشعار اللاسلكي وتوسيع نطاق تقنياته في مجالات تتيح استشعار ما وراء الجدران والاستفادة من الموجات اللاسلكية والارتدادات ديالها في متابعة حالات المرض، وكذلك البحث عن ناجين تحت الأنقاض. تخيلوا، هذا البروفيسور فاز بلقب نوابغ العرب عن فئة التكنولوجيا والهندسة، وبأمثال البروفيسور أديب كنفتخروا. وطبعا هذه الفرصة هي مفتوحة لكافة النوابغ في كل أنحاء الوطن العربي. وفئات هذه الجائزة هي العلوم الطبيعية، العمارة والتصميم، الهندسة والتكنولوجيا، الاقتصاد، الأدب والفنون والطب. إذا كنت كتعرف شخص كيستحق يفوز بجائزة نوابغ العرب، زوروا الموقع الإلكتروني الظاهر في الفيديو ورشحوا اسمه وخليونا نقدروا مثل هذه الجوائز اللي كتعيد الاعتبار لينا الصراحة وغتساهم في تقدم منطقتنا. كان هذا هو فيديو اليوم، وكانت هذه فرصة اليوم. تهلاو في راسكم. سلام.